قصص عربية الساحرة الغير عادية. اسمي جودي برومستر وهذه هي قصتي الغير عادية. أعتقد أنكم ستحبونها. هيا نبدأ من اليوم الذي ذهبت فيه إلى السوق لشراء عصاتي الأولى. كما ترون أنا من مدينة تدعى كاتس ويسكرز، تسكنها الساحرات والسحرة. كل يوم هنا يشبه الهالوين وأنا أحبه جداً. هل لديك ما يجعلني أصغر سناً؟ لم تشتري مني جرعة الشباب منذ 25 عام؟ نعم، وقبل ذلك من والدك. ياه، حتى الجبال أصغر منك. أهي؟ أحتاج جرعة كي أطير. سيدتي، لا تحتاجين هذا، بل مكنسة سحرية. هذه هي المكنسة الأحدث، شحنة واحدة تدوم لمدة يومين. ها هي يا جودي، عصاتك الأولى. عصاتي الأولى، أحببتها من أول نظرة. أتذكر أني لعبت بها لأيام. حولت قطة لفئران وجوارب لثعابين. أوه يا أمي! وأحياناً، فقط أحياناً، أحول ضفادع إلى أمراء. أوه يا، أنا وسيم جداً. كما ترون، كنت أتساءل دائماً عن سبب احتواء قصص الأميرات والأمراء على ساحرة تلعب دور الشخص السيء. رابنزل، سنو وايت، الحورية الصغيرة، أياً كان، جميعهم لديهم نفس الساحرة التي تفسد اليوم والحياة السعيدة. لكن في الواقع الساحرات لسنا شريرات، نحن فقط مختلفات. جودي، لما تبدين مختلفة؟ لما لست ساحرة عادية؟ تبيعين الجرعة في السوق. يا أمي، لا أريد هذا، أريد الخروج لأرى العالم. أبحر فوق المحيطات وأزور الممالك وأرى القصور الجميلة. هذا لن يحدث أبداً يا فتاة. عالم البشر غير آمن، يفترضون أن نوايانا سيئة عندما نزورهم. لن تذهبي إلى هناك. ولكن يمكنني أن أتخفى في هيئتي. جوري، الساحر جالون سيأتي غداً، وبعدها سوف تتزوجين ابنه. ماذا؟ لكن لا أريد أن أتزوج. أمي، كيف تفعلين هذا بي؟ كفى، لن أسمع المزيد. اذهبي لغرفتك واصنعي الجرعات، سأجهز لك قبعة الغد. وهكذا حدد مستقبلي. علي أن أتزوج روبرت جالون الإبن، وأقضي بقية حياتي أبيع الجرعات والمكانس. أفضل شيء بشأن المستقبل هو أنه لا يمكن التنبؤ به. روح طائرة، ظننتها أسطورة. هاي، مهلاً. أوتش. وذهبت في مطاردة الروح الطائرة. تقول الأسطورة إنه إذا أمسكت بواحدة فيمكنها منحك أي شيء تريده. هذا ما قاله والدي. لم أكن أعلم أنها تقودني إلى مستقبلي. أمسكتك. لا، مهلاً، هيا أسرعي قليلاً يا عصاتي. توقفي. هذه العلامة. أنا، هل أنا في مملكة قلعة الخشب؟ من تكونين؟ ها؟ أنا جودنس بلوم. نعم،
ماذا تفعلين بعصا سحرية؟ حسناً، أنا أعرف، تتحضرين للهالوين. نعم، بالتأكيد، هذا أنا الأمير سبنسر، سعدت بلقائك يا جودنس بلوم. إذا سألك أحد، أنت لم تريني، تفهمينني؟ نعم، بالتأكيد. جيد. بينما كان يبتعد الأمير الوسيم في هيئته الفخمة، شعرت بشيء غريب ومفاجئ في قلبي. أوه، هذا جديد. أنت ثانية، عد إلى هنا. هيا يا مكنستي. البطارية ضعيفة، البطارية ضعيفة. يا للحظ السيء. سأمسك بك، طر كما تريد. أمسكتك. لم أفعل. مهلا، ماذا؟ الأمير سبنسر. مهلا، لا تنظري، لم أكن أبكي، كنت فقط. اهدأ، لا بأس، لا بأس بالبكاء. حقا، أخبروني أن الأمير لا يبكي. حسنا، يقول الناس أشياء سخيفة، في الواقع أحيانا تحتاج لتحرير عواطفك، لا بأس بهذا. أوه ياه، أشكرك، سوف أبكي قليلا بعد. هيا تفضل. أفضل؟ أجل. ألن تخبرني عن السبب حزنك؟ إذا ظننت أنني سأخبر غريبة عن مشاكلي فأنت محقة تماماً. أنا خائف جداً. خائف؟ وعندما بدأ في رواية قصته أدركت أننا نواجه نفس المشكلة. لم يكن مستعداً للتتويج كملك الأسبوع المقبل ولا للزواج من الأميرة آليا، لأنه لم يكن يعرفها. هذا لأنني بلغت 21، ووفقاً للعادات الإبن الأكبر يصبح ملكاً ويتزوج في تلك السنة. تعرف، أنا أشعر بك، لكن حينها خطرت لي فكرة رائعة. كانت هذه فرصتي لتحسين صورة الساحرات التي تم تشويهها في كتب التاريخ والقصص. أنصت جيداً، ماذا لو ساعدتك في تخطي مخاوفك وترتيب طرق لمقابلة الأميرة قبل الزفاف؟ يمكنك هذا، وماذا تريدين في المقابل؟ سأخبرك في الوقت المناسب. لم أعرف ماذا سأفعل، لكنني قررت قضاء هذا الأسبوع في قلعة الخشب أساعد الأمير قبل العودة للمنزل والزواج من ابن جالون. لذا أرسلت رسالة إلى أمي وأبلغتها أنني بأمان وسأعود قريباً، وطلبت منها مساعدتها في إعادة تشغيل مكنستي. وتعرفون طبع الأمهات، تلقيت رسالة من أمي ولم تكن سعيدة، لكن أعطتني تعويذة لتشغيل مكنستي ليومين. حصلت على غرفة الضيوف الملكية وبدأت العمل على جرعتي. سأحتاج إلى خصلة من شعرك رجاءً. شعري؟ أجل، هكذا. هيا نجمع الزهور من هذا التل. هذا التل؟ يمكنني إرسال الرجال ل... حسناً، هيا بنا. هذا يكفي. سنحتاج كوب ماء من هذا الشلال. ولماذا؟ أنا عطشة. وهكذا مرت الأيام الستة سريعاً، وأصبحت الجرعة جاهزة، وكنت أشعر بالحب الشديد تجاه الأمير سبنسر، وشعرت بالحزن لقرب موعد الابتعاد عنه. هاي، هل استدعيتني؟ أجل يا سبنسر، أريدك أن تجلس وتسمعني بعقل متفتح. حسناً،
حسناً، أنا أسمعك. هذه هي جرعة الشجاعة. عندما تشربها، مخاوفك من تولي العرش ستزول. أما هذه هي مكنستي، يمكنك الطيران بها لمملكة الأميرة. وبمجرد وصولك، ارتدي هذه العباءة، ستجعلك غير مرئي، ويمكنك الوصول للأميرة لتكلمها. مهلاً، جرعة ومكنسة وعباءة سحرية. أنت أجل يا سبنسر، أنا ساحرة وأتمنى أن تثق بي. لما تفعل ساحرة هذا من أجلي؟ ليس كل الساحرات سيئات كما يصورنا العالم، وهو ما يجعلني أطلب منك شيئاً. وماذا سيكون؟ عندما تصبح ملكاً، من فضلك علم الجميع أن الساحرات والسحرة كائنات جيدة، نعيش مع بعض السحر والقليل من الحب، وهذا ما نريده. نحن لسنا أشراراً. هذا كل ما تريدين؟ ماذا تعني؟ لا أحتاج هذه الجرعة، اعذريني، لكن لا أريد الزواج من الأميرة. الأسبوع الماضي كان ساحراً جداً، ولا أريد فقد هذا. أنا أحبك يا جودنس. مهلاً، ما اسمك الحقيقي؟ جودي برومستر. أنا أحبك جداً يا جودي برومستر، وأريد الزواج منك، وأنت بجانبي لا أخاف شيئاً، ولا بأس بكونك ساحرة. أحبك أيضاً يا سبنسر، لكن لن نكون معاً. والديك ومملكتك ووالدي لن يوافقوا. لا تقلقي بشأن هذا، لدي خطة جيدة. كانت خطة سيئة. ماذا؟ ساحرة؟ ماذا؟ أمير؟ لقد فقدت عقلك. من يكون هذا؟ أهلاً، أنا جودي. أهلاً، أنا سبنسر. لكنها نجحت. وسرعان ما تزوجنا. هذا هو الزفاف الأكثر غرابة. سعيد لأنهما سعيدان. نعم، ونحن أيضاً. احتفلت بنا العائلتان، وتوج سبنسر ملكاً وأنا ملكته. كنا أسعد من في العالم. أما الروح الطائرة، حسناً، لقد أتت إلي، لكن كان لدي بالفعل ما تمنيته. أدرك الناس أن السحرة والساحرات ليسوا سيئين، وظهرت رابطة جديدة بين عالمينا معاً. كما ترون، أحياناً ما تحتاجه هو كسر الصورة النمطية، ويبدأ الأمر معك. وأيضاً تذكروا، ليس كل الساحرات شريرات.